نحن لبنان تركة وحيدا، نحن لا نجد الآن وبكل مصداقية وبكل صراحة إلا الموقف الجزائري الذي هو داعم للقضية الفلسطينية ودعم القضية اللبنانية. هناك غياب تام من العالم العربي، كل العالم العربي ترك لبنان وحيدا كأنه نحن فقط المسؤولين عن القضية الفلسطينية ومسؤولين عن الأقصى. يجب أن يكون هناك تضامن عربي واسع من أجل مجابهة إسرائيل. نحن يجب أن نعترف نحن لوحدنا، الشعب اللبناني وحده والشعب الفلسطيني وحده، لا يمكن لنا مجابهة إسرائيل. نحن نقاوم ولكن من الصعب ومن المستحيل الانتصار. يجب على الدول العربية وخاصة الدول العربية المجاورة والحدودية مع الكيان الصهيوني أن يكون لها دور في هذه المعركة، وليس لها أن تتفرج علينا ونحن نموت كل يوم.